ليه حضرتك شايفني شكلي سكرانة ليه؟ يعني داخل ترمي بلاك على الناس ليه؟ حرام، انت لازم تتعالج، لازم حقيقي. يعني لو شايفني سكرانة اصلا كنت طلعت. يعني ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله بإذن الله. والله ما عاملة عملية، مش عاملة عملية تجميل خالص، الميك اب هو بيغير، عاملة اسناني فمش عاملة تجميل. ناس كتير بتقولي اعملي مناخيرك. تسلم ايد الدكتور. لا حبيبي، قول تسلم ايد الميك اب ارتست وتسلم ايد الشعر. بعدين انا من الناس اللي ما بتعمل حاجه بتقول ما بتتكسفش، فما اعتقدش ان الدكتور عمل لي مناخيري ولا الدكتور لوني لون عينيا ولا الدكتور يعني تخني ولا الدكتور صبغ لي لون شعري خالص. انا بعمل بوتوكس وبقول ان انا بعمل بوتوكس، وعملت بي ار بي بلازما في الوش. تجيني هسه في اليوم الف حكايه، روح امشي من ودعت الله يا أهلي سامحون، وادعوا لي الرحمة إلى قال رحال أهل رحنا وطن.